السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتمنى تكونوا على خير وبخير، والله يحفظنا ويحفظكم جميعا. الفيديو ديال اليوم عندي اقتراح لكم، هو الكمامات. الكمامات كنحتاجو نشريوهم، ولكن في هذا ان شاء الله ما غاديش تشريوهم، فقط غادي نحتاجو لهاد الاثواب. هذا ثوب ديال البوبلين، اللي عنده البوبلين في الدار يستعمل هاد الثوب هذا. نتمنى ان شاء الله يكون واضح في الصورة. هانتوما هذا الثوب ديال البوبلين، واللي ما كيعرفش البوبلين هو اللي كان نطرزو عليه، كنديروا عليه الطرز بوان دو كروا ولا الفاسي او المكناسي. هو هذا الثوب، او كناخذوا لاطوال الرقيق، كاين لاطوال كيتباع وهو رقيق. ان شاء الله تجربوه، غادي يعجبكم هاد الكمامات ان شاء الله باسهل الطرق يا ربي. كاينين اثواب وحدين اخرين، مثلا هاد الثوب هذا حتى هو راه من نوع ديال الاطوال اللي عنده هاد الثوب هذا. باش نعرف هذا بوبلين ماشي اطوال، هذا بوبلين. باش نعرفوا الثوب ديال البوبلين هو هذا، كيكون يعني في هاد الخويطات هادو. دابا غادي نبداو معكم الطريقه. غادي نحتاجو لاستيكات، هانتوم كيف ما كتشوفوا هادو الرقاق. غادي نحتاجو الفنايت، هانتوم يعني باش هادو غير باش كنساعدو بيهم. غادي نحتاجو الخيط والمقص، واللي عنده الماكينه في الدار غادي يستعملها. دابا غادي نبداو على بركه الله. غادي نطلقو هكذا الثوب ديالنا غير بحال هكذا، نتمنى الصوره تكون واضحه. ما قلت لكمش غادي نحتاجو ضروري هذا المترو باش كنعبرو. غادي ناخدو المقص الاول، غادي ناخدو فيه هنا عندنا 27، غادي ناخدو 27 هكذا. غادي ناخدو في سميتو في الطول هكذا 27، ها هي 27. نزيد لكم ان شاء الله باش تجيكم واضحة. ها هي 27. غادي نجي لهنا وندير واحد التقطيعه بسيطه هكذا. غادي نجي للعرض، في العرض غادي ندير 23، ها هي 23. غادي ندير هكا ونجي لهاد البليصه هادي، وغادي نقطع هكا. ها حنا دايرين تقطيعه من هنا صغيره وتقطيعه من هنا، كيفاش يمكن لينا باش نعبروهم، يعني كيفاش نقطعو هكذا وما نغلطوش. غادي ناخدو هادي ونجيبوها لهنا هكذا، وهادي لهنا. هانتوما كيف ما كتشوفوا هكذا، هانتوما في الاول كاع باش ما تغلطوش، غادي تاخدو هذا وتجيبوه تعبروه من هنا هكذا. هانتوما ها هي 27 هنا، وغادي ندير هنا قلم رصاص غير هكا باش نحدد، ونجيب هادي وندير لها بحال هكا، نلاقيها هنا، وها هي هادي غير بحال هكا. غادي نعاود نريقل، ها هي جات واحد شويه متخاطيه معها، ولكن معليش حنا كنوليو نريقلو بحال هكذا غير هكذا. ونجي عاوتاني لهنا ونمشي بحال هذا الشكل هذا، كيف ما بديت من هنا نمشي من هنا عاوتاني وندير هكذا عاوتاني ونجي لهنا. صافي كنمشي بحال هكا باش كيجيني ساهل تقطع غير بحال هكا. صافي دابا الامور عندنا واضحه. غادي نجيب المقص ونمشي نتبع هذه البلاصه هذه بحال هكا، ساهله ماشي صعيبه. الكمامات ساهلين ما فيهمش صعوبه، ان شاء الله دغيا غادي توجدوهم، ما فيهمش شي صعوبه. صافي انا غادي نقطع من هنا وغادي نرجع معاكم. دابا هانتم كتشوفوه ها نقطعتو يعني بسهوله. اش كندير؟ غادي ندير البليه الاولى هكذا، هذه الطريقه الاولى غادي نديرها معاكم. هذا البليه هكا غادي ناخذها وناخذ هذه الفنيته هذه وندير لها هكا هكا. راه ماشي صعيبه ما كاينش شي صعوبه، غير بحال هكا نثبتها من الجناب وغادي عاد نمشي للوسط. عاوتاني غادي نجي للوسط هكا بحال هكا، ونثبتهم بهاد الفنايت غير بحال هكا غير هكا.
نتمنى الطريقه تجيكم سهله. صافي بقات لي بليه واحده، غادي ندير ليها هكا وغنثبتها حتى هي بالفنايت. ودابا كيف ما شفتوا انا ثبتت الفنايت هكا، هانتم ثلاثه ديال درت ثلاثه ديال البليات. دابا غادي نقلب هكا الثوب وغادي نخيطو هكا، نحاول نخيطو هكا انا باش ما نطولش عليكم. غادي نحاول نخيطو من هنا ونخيطو ثاني من هنا هكا باش يجينا هكا، ما يجيوش هاد الشناتف على الجناب. هكذا غادي نخيطو ونخيطو شويه عاوتاني من التحت ومن الفوق. هنا غادي نقميو غير واحد شويه، ماشي بزاف، غير بحال هكايا. وغادي ندوز الحديده باش غادي تبريسا مزيان، وغادي نرجع معكم ان شاء الله. كيف ما كتشوفوا دابا انا خيط دست عليها بالخياطه بحال ما هكذا، ما بغيت نشدكم شويه شويه بحال هكا. وهاد البليات هانتوما غير دوزت عليهم الحديده، يعني كيبانوا بحال هكا، كيجيو هكا كيشدوا للقياس ديالهم. دابا صافي غادي ناخذ هاد لاستيك، هاد النوع اللي كيكون رقيق. هنا عندي 14 سنتيمتر، غادي نثبت هاد القنت هنا وهاد القنت هنا. نفس الشيء غادي نديرو لهاد الجهه هادي. من بعد ما نثبت هاد لاستيكات غادي نرجع معكم ان شاء الله في الطريقه الثانيه. دابا ندوز للطريقه الثانيه. الطريقه الثانيه سهله، هي سهل من الاولى. كناخذو هنا غادي ناخذ 25 هنا، ناخذ لا هذه الثانيه نفس القياس، عاد غادي نزيدكم الثالثه. هذه نفس القياس، هذه 27 على 23، ها هي 27 بحال، يعني ما عندي لاش نكرر. ها 27 ها هي، نتمنى تكون كتبان لكم الصوره. ها 27 على 23، 23 ها هي 23 بحال هكا. كناخذو فقط هنا كيف ما قلت لكم، كنضربو بالمقسم هنا ونتنيو هكا وكنمشيو بحال هكا كنقطعو. دابا انا غادي نقطع ونرجع معاكم. دابا انا قطعتها كيف ما كتشوفوا 27 على 23، هذه نفس القياس مع الاولى. اش غندير؟ هذه غادي نقميها من هذا الطول ديال 27، غادي نقميه غير واحد شويه هكذا، غير شويه ماشي بزاف. غادي نجي لهنا الجهه ديال العرض، هنا فين غادي ندير التقميه شويه زايده، ها انتم بحال هكا. نتمنى تكون الفكره وصلت. بالنسبه للطول غادي نديرو التقميه غير هكذا، هذه الحاشيه تكون صغيره بزاف. هذه ديال العرض غادي ندير بحال هكذا، نديرها صغيره ونعاود نديرلها بحال هكذا. دابا انا غادي نخيطها وغادي نرجع معاكم. دابا كيف ما كتشوفوا خيطت هذاك الثوب، ها انتم درت هنا كيف ما قلت لكم الطويه صغيره صغيره، وهنا كبيره شويه. علاش هذه اللي كبيره هنا في الجناب؟ باش غادي ندخل تما لاستيك. هاد الطرفه ديال لاستيك فيهم 21 سنتيم، هانتوما غادي نعبر لكم غادي تشوفوها 21 سنتيم في سميتو في هاد لاستيكات. هانتوما ها هي، نتمنى تكون كتبان لكم 21، ها هي نقلبها 21 سنتيم. دابا غادي ناخذ هاد الفنته هادي وندخلها هنا هكا، وغادي نحاول ندخلها في هاد الحاشيه اللي واسعه شويه. هاد الكمامه هادي راه كتجي ساهله بزاف، يعني اللي كيقدر كيخيط بيديه يخيط هكذا هاد الحاشيه بحال هكذا، وغادي يدخل فيها لاستيك بسهوله. كيف ما شفتوا دابا انا دخلت لاستيك هنا ودخلت هنا، هانتوما حاولوا باش ما يهربش لداخل. دابا انا شنو غندير؟ غنشوف هذا اللي باغي هاد لاستيك باغي يهرب لداخل، غادي ناخذو وندير له بحال هكذا. يعني انا ما بغيتش ندير العقده، داك العقده شويه هكذا، كل ما صوبنا الحاجه زوينه كيكون افضل، كتجي زوينه. صافي دابا غادي نخيط هكا، غير نثبت هكا هي باش ما يفلت، وغادي نرجع معكم. دابا كيف ما كتشوفوا هانتوما خيطت انا هاد الاستيك من هنا وخيطت من هنا. دابا اش غندير؟ غادي نحاول ندخل هاد البلاصه ديال الخياطه، غادي نحاول ندخلها، نحاول ندخلها هكا لداخل، غير بحال هكا، غير بحال هكا، نحاول معها هكا حتى تدخل غير بشويه.
هانتم دابا دخلت هذيك البليصه اللي خيطتها، هي ما بقاتش دابا تبان هانتم، بقيت هي كان كندوزها بشويه شويه الخاطر. صافي دابا انا اش غندير، غادي ناخذ الابره وغنثبت الاولى هكا. هانتم غادي تعرفوا علاش غادي كنثبت هكا، غير واحد جوج غرزات وصافي، ماشي بزاف. هانتم دابا درت هنا هاد جوج غريزات، هنا علاش داك جوج غريزات؟ باش هنا غادي نجمعوا هاد الثوب، ها هو بدا كيتجمع باش كنجر هكا واحد شويه، وهاد البليصه هادي كتجمع. اللي ما كيعرفش يدير البليات، هادي الطريقه باش يدير هاد الكمامه، يعني بطريقه سهله. هادي كلشي يمكن له يديرها. غندير نفس الشيء للاخرى، يعني غادي نثبت هكذا وغادي ندوز للجهه الاخرى حتى هي، وغادي نثبت هكا داك الغرزات، وغادي نرجع معكم الطريقه الثالثه واللي هي اسهل من هادو بجوج. الاولى راكم شفتوها ديال البلي، حتى هي راها سهله، صغير شويه الخاطر. وهذه هانتم تبعتوا معايا الطريقه الثالثه اسهل منهم بجوج. دابا الطريقه الثالثه هي هذه، الطريقه الثالثه راها سهله جدا. هانتم كناخذ هنا 25 في الطول، و 19 ها هي 19 ها هي 19 في العرض. اش كندير هنا؟ اللي ما كيعرفش هاد القضيه، اللي ما كيعرفش يخيط يعني، او ما عندوش مع الخياطه باش ما يتسلش هاد الخيط، فقط كناخذوا البريكه بحال هكا وندوز كندير بحال هكا باش ما يتسل. هانتم كيف ما كتشوفوا راه القضيه راه ناجحه. هانتم يعني هاد الخيوطه هانتم كيتحرقوا صافي، وما كيمكنش لهاد الثوب يولي يتسل. هانتم غير بحال هكذا، غير بحال هكذا. هانتم كيف ما كتشوفوا الخيوطه ما بقاوش، كنحس شويه ديال الحرشيه هنا باش كيتسد ديك، باش ما يبقاش كيتسرب الخيط. كذلك كنصوب القناه الاخرين غير بحال هكا، غير بحال هكا كندوز بهذا. هاد القضيه هذه باش ما يتسربش لينا الخيط. صافي غندوز معهم هكذا الجوانب باربعه، وغادي نرجع معكم طريقه سهله جدا. هذه دابا كيف ما كتشوفوا صوبت، دزت على الجوانب كلهم بالبريكه. هانتم هكذا ما غاديش يبقاو يطلعوا الخيوط. هذا اللي ما كيعرفش يخيط، او اللي ما كاين اللي كيقول لك انا ما عنديش القناه باش نخيط، اشنو غنديروا هنا؟ غناخذوا هنا هذا البليه الاولى، راه سهله هذه ما تجيكمش صعيبه، فقط ديروا هكذا. هانتم غير بحال هكا غادي نثبت هذه. هذه ما فيها لا خياطه لا والو، هانتم غادي تشوفوا انا غادي نخيط يعني لاستيك، ولكن عندكم طريقه جد سهله باش ما تخيطوش. هانتم غير بحال هكا، وغادي ناخذ هذا الجانب هذا عاوتاني غندير له نفس الشيء بحال هذاك. هانتم غير بحال هكا، نحاول غير نقدم غير هكا سهله. هذه راه الانسان واخا يكون واقف خارج راه بامكانه يديرها غير بحال هكا. اللي ما عندوش هاد الفناتيج بدغي لي باري اي حاجه، اي حاجه كانت يعني غير بحال هكا. انا صيبت دابا هذا بحال هكا، غادي نجيب هاد اللاستيك. هنا عندي 14 سنتيمتر، هنا 14 سنتيمتر. غادي نجي اللي عنده الكرافوس غادي يجي وياخذ هاد اللاستيك ويخشي هنا تحت هاد البليه ويضرب هنا بالكرافوس هنا في هاد البلاصه هادي، ويحيد هاد الشوكه هادي. نفس الشيء عاوتاني غادي يجي لهاد البليصه هادي ويدير لها بحال هكا، يخشيها تحت هاد الثوب هذا ويضرب عاوتاني بالكرافوس. صافي وكتجي هكذا غير بالكرافوس، وحيدوا الفنايت وهي واجده. هذه الانسان واخا يكون واقف خارج بامكانه يوجدها، هذه راه سريعه. انا شنو غندير؟ غادي نلصق هادو، انا غادي نلصق هادو يعني بشويه ديال الخيط بالابره والخيط، واحد جوج غرزات هنا وهنا. صافي وغادي نرجع معكم. وكانوا هادو هما الطرق اللي شاركت معكم ديال الكمامات، ان شاء الله تجربوهم راهم ساهلين. هذه الطريقه الاولى اللي قدرت معكم بلي هي هذه. هذه هانتم كيف جات زوينه، يعني كيف الشكل ديالها زوين. وهذه بحالها حتى هي درتها بحال هذه نفس الخدمه. هذه اللي قلت لكم سهله، فقط كنخيطوا الجوانب وكندخلوا لاستيك من الجنبات، هي هذه. ودرت وحده بحالها كحله. هانتم هادو كلهم الاثواب ديال البوبلين، راهم منفسين وفيهم الخيوطه، يعني الانسان كيمكن له يتنفس. هذه الطريقه الاسهل اللي قدمت لكم في الاخير هي هذه اللي قلت لكم بامكانكم ديروا يلا هاد البليات هادو، غادي تلصقوهم بالكرافس او ديروا واحد الغريزات. وكانت هذه هي الاشكال ديالنا، ان شاء الله جربوهم. وشكرا لكم جميعا، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.